خلاص بقى بطتي، سماح المرة دي، وإن كان على الفلوس أنا هتفق مع أخواتي وأرجعها لهم، بس المهم أنت ترضي يا بطة. فلوس أخواتك دي دين في رقبتي وأنا هسدها لهم أول ما تفرج إن شاء الله. وعلى ما تفرج هتفضلوا مخاصمين بعد كده؟ ما تقولي لهم حاجة يا حاجة. هقول إيه بس يا حاجة، ما أنت عارفة ظروفنا متلخبطة قد إيه اليومين دول، ويمكن بصراحة كده بقى ما نقدرش نتمم بالجوازة. لا لا ليه يا خالتي، أنا مستعدة أستنى لحد ما الظروف تتحسن إن شاء الله، المهم بس بطة ترضى عني. وأبويا اللي في السجن دي حاجة ما تزعلكش ولا تضايقك في شغلك؟ بصراحة هي حاجة تزعل حبتين، بس يعني بطة محدش معصوم الغلط، إن كان على الشغل يا ستي فده شغل مؤقت لحد ما أخلص دراسة الحقوق وهبقى أسيبه على طول، إنما أنت شيء أساسي وضروري في حياتي أوي يا بطة. ها قلت إيه يا بطتي؟ والنبي ده بيموت فيكي، ده ما بينامش ليل من كتر التفكير. قولي لها ياما، قولي لها خليها تعرف. وانت يا حاجه ما تنقطينا بكلمه حلوه لاجل النبي عليه الصلاه والسلام. بصراحه كده مش عارفه اقول لكم ايه يا جماعه، لكن اصرارك كده بياكد لي انك انت شاريها، واحنا اللي اشترينا ما نبيعهوش ابدا. قلتي ايه يا بطه؟ اللي تشوفيه ياما. طبعا هو في كلام بعد كلامك، بعدين مرزوق برضو ابن حلال وجدع. هو ده الكلام يا احلى واجمل ورقه عروسه في الدنيا. ممكن بقى تلبسي هديتك لحسن، وحشتيها قوي. ممكن جد والنبي. انا مش فاهمه ليه مصرين تتكلموا في نفس الموضوع 100 مره. انا مش هتجوز غير ادم يا بابا، ولو حصل غير كده هولع في نفسي. ما تحضرينا يا ماما. انت هتهددين ابو امك يا بنت انت. هو ده اللي هيحصل يا بابا لو فضلتوا راكبين دماغكم وعايزين تجوزوني بالعافيه. شايفه البت وقله ادبها وعدم تربيتها؟ انا شايفه بقى ان البت عندها حق. خليكي محضر خير يا حماه الترخرة. خير ايه وبتاع ايه يا اخوي؟ خير ايه وبتاع ايه؟ وانتوا عايزين تتجوز البت غصب عنها؟ ده كل شيء بالخناق الا الجواز بالاتفاق. اسمع يا ابني، ادي لادم فرصه، ده الراجل جدع وشهم وجاله شغل، وان شاء الله ان شاء الله اشيته هتبقى معدن. يعني انت يا حماتي عشان اجوزها للواد ده اهو اللي ابوه مرتشي؟ عبيد، ربنا ما بيفرقش بين الراشي والمرتشي، ومحدش فينا معصوم من الغلط، ده بيخلق من ظهر الفاسد عالم، ومحدش عالم بكره هيجرى ايه. الواد رايد البت والبت رايداه، انما الضيسي ده بنتك ما هيش طايقاه. انت معاه ولا معايا؟ واذا كانت مش طايقه الضيسي بكره تتعود عليه. مش هيحصل يا بابا، ولو حصل هموت نفسي، والله العظيم اموت نفسي، ويبقى ذنبي في رقبتك. بصراحة يا عبيد اسمع كلامي، ادي للواد فرصة يا ابني، بلاش تحقر دماغك وبكرة تندم. وافرض اديته فرصة تانية وطلع نصاب زي ابوه. خلاص ساعتها يحق لك تعمل اللي انت عايزه يا عبيد. ماشي يا حماتي، هديله فرصة تانية. بجد يا بابا؟ بجد والله العظيم؟ ما تفرحش قوي كده يا اختي، بكرة تعرفي على حقيقته. بكرة انت تعرف حقيقته، اما هو بشره. الحقي دي معاها رقم تليفونه وبتكلمه. يا سلام، ما تبقاش حنبالي قوي كده يا اخويا. الله، ما هو هيبقى قاري فتحتها ويحق له انه يكلمها. لما يبقى يقرا فتحتها، انما لغايه ما يقرا فتحتها ما تكلموش يا اختي. وانا قاعد في البيت ايه؟ لا مؤاخذه. علي صوتك، علي صوتك بالغنى، لسه الاغاني ممكنه 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 ممكنه. تتتتن. هسمعك احلى خبر هتسمعه في حياتك. عم عبيد وافق على خطوبتي من هنا، وتخيل بقى مين اللي عمل الواجب ده، ومن ضال حبيبتي. يا معلم ما فرحتش ليه؟ انت حقود ولا ايه؟ يا خيال مالك في يا معلم؟ لا ابدا، اصله مهموم شويه و في موضوع شاغلني مش عارف اعمل فيه ايه. طب ما تشغلني معاك. سو موضوع شخصي شويه. شخصي شخصي يعني؟ بس انت حر يعني، بس انا حاسك لايز كده ومحتاج راي حد كبير. قول قول هسمعك. ادم انا مش لايز، بس انا حايز كمان، مش عارف اعمل ايه. يا عم اتكلم يا عم. في ايه؟ معروض عليا 10,000 جنيه. 10,000 جنيه؟ ايه هتشتغل رقاصة ولا ايه؟ ولا هتبيع لحمك؟ لا
مش هبيع لحمي، انا هبيع ضميري وذمتي. ازاي يعني؟ مطلوب مني ان انا اشهد شهادة زور في المحكمة، ولولا حقتي للعشر تلاف جنيه دي مش انا ردها لاختي بدل الجمعية اللي انا سرقتها منها. عايز انقذها بدل ما تخش السجن، واختي مش في حمل المبلغ ده. عشان كده انا وافقت على العرض ده. انت كمان وافقت؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه ادم؟ مضطر يركب الصعب. انت كده بتركب الاصعب منه، بعدين عندك هو ابويا اكبر مثال قدامك. ربنا يخرجه بالسلامه. هي مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. عايز رأيي؟ اشهد، اشهد باللي يخليك تعرف تنام، اشهد باللي يخلي ضميرك مستريح. ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا، في الخلا. تصبح على خير. سيف باشا، واضح من خلال التقرير ان ادم قعد فترة عاطل بيدور على شغل، بس من كام يوم مسك شغلانة جديدة، بيشتغل طيار ديليفري في محل بيتزا. بس واضح يا باشا من خلال تقاريرنا ان ادم عبد الحي حياته ماشيه بشكل منتظم. يا حبيبي ده تمويه، اكيد بيوضب لمصيبه جديده. سيف باشا، بعد اذن سعادتك، انا شايف ان احنا نركز مراقبتنا على الناس اللي تستاهل بجد، وما نهدرش طاقتنا ومواردنا اكتر من كده. يا باشا الواد ده كفايه عليه اسبوعين مراقبه قوي، احنا محتاجين رجالتنا يراقبوا الناس الاهم. ولا سعادتك نسيت خليه تنظيم العهد؟ يا باشا ده احنا رجالتنا مسحولين وراهم في كل حته، ده احنا محتاجين عدد فوق العدد اللي عندنا عشان نكفيهم هم بس. ماشي، خلينا في الأهم. فالمهم شيل المراقبة من عليه، مع إني مش مرتاح للواد ده. يا باشا والله الواد ده مفهوش أي حاجة، ده يمكن بس عشان سعادتك، أنا آسف يعني، موسوس حبتين في شغلك وبتحب تأدي شغلك على أكمل وجه. شكرا يا شنبي، والله دي شهادة أنا أعتز بيها. يا باشا أنا ما بهزرش على فكرة، أنا بتكلم بجد. اختلافنا في الرأي ما يمنعش ان انا بحترم سعادتك وبقدر ذكائك قوي. شكرا يا شام، ميرسي يا حبيبي. رد بقى. هاي مستر ريتشارد، وير ار يو؟ هاي نانسي، هاو ار يو؟ I'm so sorry I only got back from Sham now. But I have prepared your money, so it's at the old villa. Okay, now I'm traveling tomorrow and I really need the rest of my money today. Traveling tomorrow? Your money is ready and I would really like your opinion on some accessories I bought in Sharm. Well, actually I'm very busy today. Can you send me someone? Nancy, I just don't have anyone I can trust with that amount of cash. I'd prefer if you can pick it up. Okay, can you send me your address in a message, please? I'll do that right away. Thank you. Bye. هتوحشيني يا نانسي. انت كمان يا سهر. على فكرة انا وصيت ماما لو احتجتي اي حاجة روحي لها في اي وقت. اوكي يا حبيبتي، وخدي الفلوس دي. كفاية، انت اديتيني مكافئتي خلاص. معلش عشان خاطري، ريحيني يا ستي. اوكي يا حبيبتي. بصي بقى، انا اتفقت مع جاليري هيشتري كل الحاجات اللي عندنا طبعا بنص الثمن كالعادة لما يعرفوا ان في حد مزنوق ومسافر. بس anyway هو هيبعت النهاردة عمال هيشيلوا كل الحاجات دي. متنسيش اول ما يخلصوا قفلي ودي المفتاح لماما. حاضر يا حبيبتي، ما تقلقيش. مش عايزة حاجة؟ ميرسي يا حبيبتي. يلا خلي بالك من نفسك. وانتي كمان. باي. ايوه يا عروسة، الساعة جاي لك ان شاء الله. الرصيد خلص. هدومة. حبيب قلبي يا ابو حميد، بقول لك يا معلم، ما تخليك جدع وتجيب الطلب ده وصله لنا. انت عارف الاستاذ جوهري، وانت عارف يا ريس فتحتي النهارده، ما تبقاش رخم بقى، حط حاجه.
خلاص يا بدر، الف الف مبروك يا حبيب قلبي. عقبالنا يا رب ان شاء الله. الله يسهل له يا عم. حبيب قلبي الله يسهل له. مش عايز حاجه؟ My little Nancy's come to town. Coming. Hi. Hey, Nancy, you're beautiful. Thanks. Am I early or something? Oh, no, you're just in time. I had a long day at work. I'm trying to relax with a drink. Oh, please, come on in. Okay. Please, sit down. Sit down. Please. Hope I'm not disturbing you, but I really needed my check. Not at all. What can I get you? I've got whiskey, I've got rum. You look like a tequila girl. No, nothing, thanks. Come on. It's just one drink. Besides, I don't like to drink alone. Oh, no. First of all, you were drinking alone. Second, we're not even friends to drink together. And actually, I don't drink. Nancy, I thought we are friends. Mr. Richard, you're only my client. But what if I want to be more than just your client? What the hell are you doing? Just, you look so hot. You're drunk. Listen, you give me my money now or I swear to God I'm calling the police right now. Whoa, relax. Relax, baby. Why are you so nervous? I'll make you an offer. You can't refuse. Your check for a kiss. Back off! What? It's a good deal, girl. I said back off! Listen, baby. Let's do this. ايه ده؟ 81؟ ده ناس 80 اللي واخد عقلك يا عم ادم. ماشي هنا. ايه يا استاذ؟ بس استهدى بالله، بس استهدى بالله. في ايه؟ في بيقول ايه ده؟ في ايه ده؟ جوزك ده؟ لا لا مش جوزي. معلش استهدى بالله، استهدى. مش جوزي. ويت ويت يا خواجه، ويت ويت. اهدى بس يا عم خواجه. درينك ايه بس؟ انت متاكده ان ده مش جوزك؟ قلت لك عشاني مش جوزي. طب ده بيتي. ليت مي جست توك تو يو. بتعملي ايه هنا؟ طيب انا مهندسه نيل ديكور، عملت له ديكورات فليت وكنت جايب فلوسي. يو اوت، يو ستاي. حيط امك. يو وانا ستيل ماي وومن. You want to steal my woman? Hey!
بقول لك يا ابو شوق، الراجل ده عايزين نزود له الحاجه شويه، وكلمني في التليفون وزعلان منك جدا وبيقول لي الحاجه طلعت قله. هو الجدع ده بقى مصري ولا ايه؟ مش هنعرف نضحك عليه تاني يعني؟ وبعدين ما ينفعش نزعله يا شوقي، ده بيدفع بالدولار بصراحه. اه وبيحرق كتير. طبعا ما هو لازم يحرق كتير، انت ما انت شايفه جرم ازاي. بس انت متاكد ان الخواجه قال لك قله؟ ايوه يا عم قال لي قله. ايه ده، ده الباب مفتوح. الزهر بتمطر بيتزا كمان. اه صحيح. خواجه ريتشارد، خواجه. ايه ده، ايه اللي بهدل الدنيا هنا كده يا شوقي؟ مش عرفني، انا مش كنت معاك. الحق يا نهار ازرق. يلا بينا بسرعه يا شوقي، الحكومه جايه يا شوقي. بس اثبت. بقول لك ايه، الخواجه ده كان معكمهم. معكمهم ايه ومهبب ايه؟ بقول لك الحكومه جايه، يلا بينا يا شوقي. الله يخليك. وطي صوتك، دي فرصتنا وجت لغايه عندنا. بقول لك ايه، الموقف ده عايز رجوله، عايز قلب ميت يا شوقي. اسمع اللي بقولك عليه، انا عايزك تلم الدنيا اللي هنا وانا هطلع واشوف فيه ايه فوق. طب يلا خلصني بسرعه. يلا يا شوقي استر هارب. مين الشاب ده؟ ومين اللي ضربه بالرصاص؟ ودخلك انت ايه في الحكاية دي يا نانسي؟ احنا ايه اللي احنا عملناه ده يا شوقي؟ انا مش مصدق نفسي. وايه الجديد في كده؟ واحد وقلبناه. ايوه يا شوقي، بس ده مات مقتول. هو احنا اللي قتلناه يا جدع؟ كل الحكاية ان احنا قلبناه زي ما بنقلبه كل مرة وهو عايش. مفيهاش حاجة يعني لما نقلبه مرة اخيرة وهو ميت. انت شايف كده يا زميلي؟ انا شايف ان احنا ننسى الحكايه دي خالص، والفلوس والساعات دي نقسمها بالنص، ونحمد ربنا بقى ان احنا لقينا الفيديو ده قبل ما يقع في ايد اي حد، ونروح في 60 داهيه. انا خايف قوي يا شوقي، خايف قوي. ما تخافش وانسى الموضوع ده، انا مسحت كل بصماتي من الاوضه بالفوطه. المهم اوعى تكون انت لمست حاجه. انا انت ايه؟ انا مسحت بصمتي زيك بالظبط، وربنا يستر بقى يا شوقي. خلاص حط في بطنك بطيخه صيفي وانسى. واذا كان على الفيديو اهو دشدش دهولك 50 حته. ربنا يستر يا شوقي. هيستر، بس انت تكتم خالص وتحط لسانك جوه بقك، فاهم؟ فاهم. كنت رايحه اخد منه اخر دفعه فلوس ليه؟ طلع سكران وحاول يتعجب عليا. ايه وحصل لك حاجه؟
على حظي الولد ده ظهر لي على آخر لحظة وهو لحقني منه. الأمريكاني ضرب عليك رصاص؟ ليه؟ هو فاكر نفسه فين؟ في شيكاغو؟ الراجل ده أنا حوديه في 60 داهية. ده ربنا اللي بعت لك الشاب ده عشان يحميك يا حبيبتي. على العموم مفيش مشكلة، الرصاصة جرحت دراعه وما دخلتش. ده أنا ياما شفت رصاص أشكال وألوان في العبور سنة 73. إحنا لازم نروح مديرية الأمن علشان نبلغ في الراجل الأمريكاني ده. لا ما هو ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ ما هو لما الأمريكاني ضرب نار الولد دخل معاه في خناقة وضربوا بعض والمسدس وقع على الأرض والأمريكاني اوعي تقولي إن جراله حاجة. الولد ضرب عليه نار وقع على الأرض سايح في دم. ضربوا بالرصاص ليه؟ ما كنتوا جريتوا والمسألة انتهت. هو منعنا، قولوا له إن الولد ضرب عليه نار الأول كان زمانه ضربنا بالبندقية بتاعته. هو كمان معاه بندقية؟ يا بابا ده عنده فترينة سلاح كاملة. والراجل اتعور ولا إيه؟ ما أعرفش. إزاي يا حبيبتي ما تعرفيش؟ أيوه كده بقت مشكلة. الشاب ده مسكين جدا، تورط بسببك في حكاية محدش عارف نهايتها هتكون ايه. ده بيت ادم امين عبد الحي؟ ايوه. خير يا بيه؟ ادم فين؟ في شغله لسه ما جاش لحد دلوقتي. لما يجي يديله خبر انه جينا الاسم. ليه كفالة شر؟ اما يجي لنا هيعرف. حاضر، اما يجي هبلغه ان شاء الله. استرها يا رب، استرها يا رب. خير يما؟ هم عايزين ايه من ادم؟ علمي علمك يا بنتي، اخوك من الصبح عماله اتصل بيه ما بيردش عليا، انا خايفه اكون جرى له حاجه. شر بره وبعيد يما، تلاقيه بس بيلف بالفيسبه ومستمع التليفون. يا بنتي بتصل بيه من الصبح ما بيردش عليا، ده حتى كان موعدني عشان يجي بدري عشان نقرا فتحته على هنا، واديني لابسه ومستنياه. ما تقلقيش يما، زمانه جاي. ما قلقش ازاي بس يا ابني، والهم اللي جه سال عليه ده اكيد في مصيبه وادم ليه دخل بيها. يا رب استرها يا رب. يا ابني رد في عرضك، رد يا ادم، طمن قلبي يا ابني. يا رب يا رب ما بيردش برضه، استرها يا رب، والنبي تسترها يا رب. شكلك احسن النهارده. انا فين؟ انت عندنا في البيت. انت مين؟ انا اسمي نانسي. هو انت ال انا. هو الراجل مات؟ لا احنا ما نعرفش، ممكن يكون اتصاب. بس ده طلع بجد بقى. انا عايز امشي. لا ما ينفعش، الحركة مش كويسة عشانك. معلش. الحمد لله على سلامتك يا ابني. دول مامتي وبابايا. يا ابني انا اشكرك على المعروف اللي عملته مع بنتي. لا شكر على واجب حق. مقدس المقدس جورج لواء طبيب متقاعد. ده طقم نضيف يا حبيبي جبتهولك عشان تلبسه بعد الفطار عشان تقدر تروح القسم وانت نضيف. اسم؟ ما هو انتوا لازم تروحوا تعملوا محضر عشان تثبتوا ان كنتوا بتدافعوا عن نفسكم. ما تخافش، بابا عنده محامي شاطر قوي وهو اضرب مصلحتنا. بس لو احنا رحنا كده واحنا لسه مش فاهمين حاجة اكيد مش هتعدي بالسهل. يعني الكلام ده لو كنت عامل عاملة، انما انت بطل مثل للشاب الشهم الجدع اللي كلنا لازم نشكره ونكرمه. ما تخافش، احنا هنفوت على المحامي بتاعنا واحنا رايحين في سكتنا. انا عايز امشي. لا ما ينفعش، انت الحركة غلط عشانك. انا هوصلك بعد مشوار القسم لحد البيت. ده على اساس ان انا هروح معاكوا بعد القسم.
طيب ممكن تفطر عشان تاخد الدواء؟ مش عايز اكل. لا 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 انت لازم تاكل لانك نزفت دم كتير. طيب اقول لك، اتفضل يا سيدي، انا هاكل معاك عشان يبقى عيش وملح. ولا انت بقى ما بتاكلش عند مسيحيين؟ طب ده انا ما كبرنيش كده غير المحشي بتاع ام مينا، جارتنا بتطبخ حلو قوي. هو انت اسمك ايه؟ ادم. تمام يا فندم، اتفضل سيادتك. طب روح انت. تمام يا فندم. يا باشا، احنا بعتنا نفرغ كل الاسماء اللي على تليفونه، وبعتنا كمان للشهود. اول ما نوصل لحاجه هنبلغ سعادتك. تمام سعادتك. اكدت مصادرنا مقتل مواطن امريكي في شقته على ايدي مجهولين، وقد ابدت السفاره الامريكيه استياءها من الواقعه، وطلبت السلطات المصريه بسرعه البحث والقبض على الجناة. ده كده الحكاية وسعت قوي. وقد أفادت الأدلة الأولية بأن المشتبه به شاب يعمل في توصيل الطلبات بمحل للوجبات السريعة، ومن الواضح أن القتل كان بدافع السرقة، ويتضح ذلك من العبث الواضح بالأدراك في جميع أنحاء الشقة، وجاري البحث للقبض على الجاني. الراجل مات. انا كنت حاسس. اهدى اهدى يا ادم. اهدى ايه؟ انا بقيت قاتل. انت كنت بتدافع عنها وعن نفسك. حضرتك انا غلبان ومش هصدقوني. انا هشهد معاك، انت ما عملتش حاجه، انت كنت بتدافع عني. ما حدش هيصدقك، ده امريكاني. ما تخافش يا حبيبي، البلد فيها قانون. ما قلقش. ايه قانون ايه؟ طمن يا ابني، احنا معاك. انت شاب شهم وشجاع، ولو وصلت ان انا اقول ان انا اللي قتلت هقول كده. انا لا يمكن اتخلى عنك. كان مستخبينا فين ده كله يا ربي؟ يا ترى انت فين يا ابني دلوقتي وعامل ايه؟ مصيبه لو يكون عامل حاسه بالفيسبا ولا عور حد. بعد الشر يا خالتي. امال المخبرين اللي جم امبارح دول جم ليه؟ يا خوف اللي يكون متهمينه في حاجه، استرها يا رب. مش عوايده ان هو يتاخر بره البيت؟ طب على الاقل كان حتى يطمني. جيب العواقب سليمه يا رب، وما تكسرش في فرحتنا، ده احنا غلابه وملناش غيرك يا رب. رايح على فين يا خالي؟ هوصل بس مشوار بسرعه وراجع على طول. طب ما تنزل تدور على ادم يا عامر. ادم صبرة تلاقيه مع اي حد، تلاقيه بايت عند اي حد من اصحابه وجاي على طول. بعد اذنك علشان انا مستعجل. بس ما تخافيش يا خالتي، ادم اكيد هنلاقيه دلوقتي داخل علينا، ده الغايب حجته معاه. يا رب يا بنتي يا رب. خدت بالك يا جورج من موضوع السرقه دي؟ هاي خدت بالي. سرقه ايه؟ لا ده اكيد حد دخل بعدنا وعمل كده، احنا ما عملناش كده. هي عملته دي صعبت الامور اكتر. صعبتها ازاي يعني؟ لان بقى في دافع قوي للقتل وهو السرقه، لكن قبل كده من غير السرقه كان سهل قوي شهادتك تثبت انه كان بيدافع عنك وعن نفسه. يعني احنا دلوقتي هنعمل محضر علشان نثبت ان احنا قتلنا دفاعا عن النفس، ولا علشان ننفي السرقه، ولا علشان ايه بالظبط؟ الخوف لو رحتوا الاسم انه يتهموكوا في الاثنين، جريمه القتل والسرقه. ايوه بس احنا ما سرقناش. ايوه بس انتوا بس اللي عارفين كده، لكن الواضح للناس ان القاتل دخل علشان يسرق، فلما الراجل تعرض له قتله وهرب بالمسروقات. طب وبعدين؟ مش عارفه، خايفه اقول لكم روحوا الاسم نرجع نندم كلنا بعد كده. نندم؟ ايوه يا بنتي، علشان هيتقبض عليكم، وبعد ما كنتوا مجني عليكم هتبقوا جانين. طب والحل؟ انا شايف ان الامل الوحيد انهم يقبضوا على السارق في اسرع وقت،
لأنه حينفي بالدليل القاطع إنه قتل. وساعتها لما تروحوا وتحكوا حكايتكم أي حد حيصدقها، لأن أنتم ما عندكوش دافع واحد للقتل غير الدفاع عن النفس. أنا هحاول أفوت على المحامي عشان أسأل. محامي إيه بس يا جورج؟ خلي الموضوع سر بينا، آدم يقعد بينا كام يوم كده لغاية ما يقبضوا على السارق، ده كده أحسن لك يا أولادي. طب وأنت رأيك كده يا بابا؟ أيوة يا بنتي، هو ده أسلم حل. أنا شايف إن الأمور بتتعقد ومحدش عارف هتوصل لي فين. أنا هقوم أفتح وخبوا آدم. تعال يا ابني أخبيك، تعال تعال معي. صباح الخير يا عم. صباح النور. أهلا يا أمير. أنا جيت عشان أودع نانسي، أنا عارف إن طيارتها الساعة 1، قلت أجي أساعدها في تنزيل الشنط وأوصلها المطار لو تحب. نانسي؟ صباح الخير يا أمير. صباح النور، جاهزة للسفر؟ لا أصل أنا أجلت سفري للأسبوع الجاي عشان ورايا حاجات كده لازم أخلصها لسه. طب ده خبر حلو قوي، يستاهل تشربوني فنجان قهوة. لا معلش، أصل إحنا ورانا مشوار مهم أنا وبابا وخارجين دلوقتي حالا. طيب معلش، هتلاقيها مرة تانية بعد إذنك. اتفضل. اهلا وسهلا يا بشوات، الاسم نور. العقيد سيف الحديدي. اهلا يا فندم. مقدم هشام مدكور. اهلا بيك يا فندم. تشربوا ايه حضراتكم؟ لا لا لا، مش وقت شرب، احنا مكلفين بمتابعه القضيه وعايز اعرف تفاصيلها اول باول. واضح انها قضيه مهمه بدليل ان حضراتكم مهتمين بيها بنفسكم، ده لسه جاي عنها خبر دلوقتي في التلفزيون. اوعدك ان القضيه دي مش هتطول. مبدئيا التحقيقات انتوا اللي هتعملوها واحنا هنتابعكم. يعني افهم من كده ان الملف مش هروح عندكم؟ لسه مش عارفين، اصل دي مهما كان جريمه قتل عاديه، الحكايه كلها محسن بيه ان المجني عليه امريكاني وسفرته عامله لنا دوشه وقلع حبتين، ما انت فاهم. مفهوم مفهوم. عموما انا تحت امركم في كل طلباتكم. انا عاوز اعرف انتوا لحد دلوقتي وصلتوا لغايه فين وعايزين ننسق الشغل ما بيننا هيمشي ازاي. اكيد يا فندم. بقول لك يا محسن بيه، انتوا استدعيتوا الشهود عشان تحققوا معاهم؟ حصل يا فندم، وهنبدأ التحقيق دلوقتي. أفهم من كده إنك شبه طردتيه؟ يعني كنت عايزاني أعمل إيه يعني؟ أدخله عشان يشوف آدم ولا يحس بيه؟ لا يا حبيبتي، بس ما يصحش مهما كان جارنا. نانسي عندها حق يا سيسيل، مش لازم أي حد يعرف أي حاجة عن الموضوع ده إلا إحنا التلاتة، وإلا كلنا هنروح في خطر. ما أنا عارفة، هو أنا مجنون عشان أقول لأي حد؟ بس عايز ألفت نظرك ان اوعي تغلطي بكلمه قدام تريزا ولا بنتها كاترين، هما صحيح جيراننا لكن الاحتياط واجب، احنا في زمن بقى الاخ بيخون اخوه. طب وبعدين احنا هنعمل ايه دلوقتي في ادم؟ نخبيه في شقه جو لغايه الامور ما تبان وتشوف رايحه على فين. اشمعنى الشقه دي بس؟ اولا لانها بعيده، ثانيا معروف انها شقه جو، وبعدين هي مقفوله ومفيش حد بيروحها. ايوه ده المكان الوحيد اللي انا هطمن فيه على ادم. طيب خلاص خلوه يجهز عشان ننزل. غريبة، مين الشاب ده وفين ننزل؟ هي ايه الحكاية؟ شكلهم كده مش على بعضهم. دكتور يا رب استر يا رب. يا ابني ما تقلقش واطمن، خلي املك في ربنا كبير. ونعم بالله يا رب استر يا رب. امي اتصلت بيا يجي 100 مره وما ردتش، اكيد قلقان عليا جدا. انت بتعمل ايه؟ اقفل الموبايل بتاعك. ليه ممكن يعرفوا مكانك عن طريق القمر الصناعي؟ اقول لك ابقى انزل في اقرب تليفون عمومي كلمها مني، ده اسلم حد. الو. ايوه يا ام، وحشتيني. انت فين يا ادم؟
ما تقلقيش، انا الحمد لله كويس. انا بكلمك عشان اطمنك عليا. هو انت عملت حاجه يا ابني؟ ولا حاجه يا ام، ولا حاجه. كل الحكايه كان في خناقه في المحل وحب ياخد شهادتي فيها. وهترجع البيت لله دي ان شاء الله؟ حسب الظروف يا ام. اهم حاجه دلوقتي تدعي لي، ادعي لي ربنا ينجيني، وانا ان شاء الله هكلمك تاني. بس اوعي تقولي لحد ان انا كلمتك. ادعي لي يا ام، ادعي لي. ادم، لا اله الا الله يا حبيبي. محمد رسول الله. سلام يا حبيبي، سلام. المكالمة دي قلقتني عليه اكتر. المهم ياما انه عايش وبخير والحمد لله، مش زي ما احنا كنا فاكرين. الحمد لله يا رب، بس انا قلبي مش مطمن عليه. يا رب يا رب جيب العواقب سليمة. قادر يا كريم يا رب. لما لقينا الفيسبا مرمية على الباب ولقينا البيتزا والكاب في مسرح الجريمة، ربطنا على طول ان عامل توصيل الطلبات له دخل بالجريمة. عملت تحريات عنه؟ سألنا جيران الامريكاني واكدوا انهم فعلا طلبوا اوردر البيتزا لكن ما جالهمش، ولما اتصلنا بمحل البيتزا اكدوا لنا ان الاوردر فعلا طلع من عندهم على العنوان ده. طيب ما الموضوع شرح نفسه يا محسن بيه، الواد ده قصتنا. اسمه ايه الواد ده؟ اسمه ادم عبد الحي. ادم عبد الحي، كلمني عن احساسك الان يا شبي. الواد زي الفل. ها طب يا محسن بيه، احنا هنروح نقابل مساعد الوزير وهنرجع تاني. انت باشا ارتاح حياتك براحتك، وما تمشيش الشهود عشان لما نرجع انا وسيف بيها نبص عليهم. تحت امرك يا فندم. انا اذنك. عامر انت فين يا ابني؟ اتاخرت ليه؟ ما الجلسه خلاص على وشك. معلش معلش، علشان المواصلات والزحمه والحاجات دي. المهم مش هوصيك. حاضر. أنا عايزك تقول إنك شفته بعينك دول وهو بيولع في المخزن، والمبلغ اللي اتفقنا عليه هيوصلك بعد الجلسة على طول. تقول إنك شفته بعينيك وهو بيولع في المخزن. حاضر. القضية قاعة 2 رول 23 آخر الطرقة. يلا يا وحش، ربنا معاك. قاعة 2 رول 23. حضرتك مش جاي معايا ولا إيه؟ لا، ما أنت عارف أنا مش لازم أظهر في الصورة خالص. احضر جلستك وتعالى على المكتب عشان احللك بقك. يلا يا وحش، يلا ربنا معاك. العالم باللي فيها يا رب يا رب.